بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبائي في كل مكان، بمشيئة الله تعالى النهاردة بإذن الله تعالى أكلمكم في موضوع مهم، ألا وهو موضوع الأصنصات، السين الأصنصات أو الروائح، الأصنصات أو الروائح. في ناس كتير ما تعرفش يعني إيه أصنص أو الروائح دي وأصلها إيه وكده. الأصنصات دي عبارة عن يعني مستخلصات، ممكن تكون نباتية أو حيوانية أو مخلقة كيميائيا، يعني جاية معمولة في معامل ومصانع بيطلعوا مواد شبيهة بالحاجات النباتية والحاجات اللي هي الحيوانية اللي هي الطبيعية. طيب، المهم في الموضوع النهاردة اللي عايز يعني أعرف أغلب عامة الناس بيه، اللي هو التقسيم العطور أو الأصنصات أو الروائح دي من حيث استخدامها. من حيث استخدامها، يعني بستخدمها في إيه؟ طب ودي استخدمها فين ودي استخدمها فين وازاي وكده. يعني يهمني هاخد فكره بسيطه عن اول استخدام، وطبعا ده اللي يهم العامه، اللي هو الاستخدام في الصناعات الغذائيه او في الاستهلاك الغذائي، يعني ان احنا بنحطها على منتجات غذائيه وبناكلها، يعني بتدخل جسم الانسان. المستخلصات دي طبعا بيكون مصرح، يعني طالع مصدرها نباتي زي ما اتفقنا او حيواني، او بيكون مخلقه كيميائيا، يعني طالع في معامل يعني في مصانع، وبتكون متعارف عليها دوليا وان دي صحيه، وبيصدر بيها نشرات دوريه من وزاره الصحه بحيث ان هي تعرف ده خطورته فين، او ده مثلا لو حاجه ظهرت فيها خطوره بيطلع بها نشر يقول لك ده خطر بلاش من ده خلاص بيه. طبعا الكلام ده بتوع الصح وبعرفين الموضوع ده كويس، وبيخشوا يفتشوا على المصانع والحاجات اللي بتستعمل الحاجات دي، يقول له انت في نشره بالغاء الصنف الفلاني واللون الفلاني او الاصنص الفلاني ده يتشال، يعني يتشال. فبيبقى في يعني مراجعه دوريه وبصفه مستمره بناء على نشرات دورية بتصدر من وزارة الصحة. الأصنصات دي الغذائية دي، يعني هديكم مثال، مثلا يعني مثلا قدامي هنا مش هنقول أسامي شركات، يعني حاجة زي كده مثلا دي أصنص أو ريحة ورد. أصنص أو ريحة ورد ده بيستعمل في الحلويات، في تعطير الحلويات وخصوصا المهلبية وجميع أنواع الإيه الحلويات بصفة عامة. طيب الصنف المثال الثاني اللي قدامي ده فراولة، ده فراولة بيخش برضو في صناعة الجيلي، في صناعة الفندان والكارميلا والحاجات اللي هي واللبان والطوفي والحاجات، كل أنواع الصناعات الغذائية الحلويات بصفة عامة. في منه مستخلصات وأصنصات للمانجو، في بالأناناس، لحد أصنصات الزبدة بيطلعوا أصنصات زبدة تخش برضه في صناعة الحلويات وتدي طعم الزبدة البلدي، كأنك أنت حاطط زبدة بلدي على المنتج اللي عندك وبتسوق. بس المنتجات دي بيكون مصرح باستخدامها من وزارة الصحة، يعني مش في خطورة على الإنسان ما بيجي ياكلها. برضه نفس الحال، قبل ما نعدي الموضوع، برضه نفس الالوان برضه بيبقى الوان مصرح باستخدامها من وزاره الصحه، تدي لك لون احمر، لون اصفر، لون ازرق، على حسب الالوان اللي عندك وبتستخدمها برضه بتخش على صناعتك. زي الموضوع اللي عايز اتكلم فيه مهم النهارده، اللي هو تصنيف الروائح او الاصنصات اللي هي العطور. كلامي اساسا هيتركز النهارده على العطور. طيب العطور في انواع كتيره، في انواع من الاصنصات بتكون رخيصه، يعني ادي امثله مش هنقول برضو اسامي شركات، اللي هي
مثلا زي اللي معايا دي، دي لتر، 1 لتر مثلا، دي بريحة الخوخ، وفي بريحة التفاح، وفي بريحة الورد، وفي بريحة البرتقال، وفي يعني كل الأصنصات اللي عندك والروائح موجودة. بس الحاجات دي أنا هتكلم على أرخص تمن، دي ممكن تجيبها ب 25، لتر ب 25 جنيه، لتر ب 25 جنيه. برضو نفس الحال أهو، برضو اللتر ب 25 جنيه. ده معايا ياسمين، ده ياسمين جاسمينة اللي هو ياسمين، ده معايا ورد، ورد. بس المنتجات دي ما بهياش بتاع تغذية، دي احنا هتكلم، وانا هخصص كلامي النهارده على انواع الاصنصات او الروائح اللي بتستخدم في يعني كمعطرات، وبتدخل في المنظفات او بتدخل في كمعطرات. الحاجات الاول نوع اللي معايا ده، ده من اللي هو اللي هي الاصناف، او الشركات بتطلع انواع رخيصه الثمن، دي ب 25 جنيه اللتر، ودي برضه ب 25 جنيه، ودي برضه ب 25 جنيه. طيب باخدها بعمل بيها معطرات، احطها على صابون سائل، بحطها على اي حاجه انا عايز ايه، احطها تديني الريحه المطلوبه على حسب اللي مكتوب عليها. طيب اللي جنبيها دي، اللي جنبيها دي نفس، يمكن دي نفس يعني دولت نفس الشركه دي، بس دي ديت اللي معايا دولت، يعني اللي معايا دي برتقال نفس الشركه دي، وديت ريحه الداوني، ريحه الداوني اللي بتتحط على الغسيل الهدوم، وبيستخدموها في صناعه الداوني. طيب دي في الثمن زي ما اتفقنا، اللتر والواحد منها ب 25 جنيه حاليا. طيب ديت اللتر منها بكام؟ او من ديت اللتر منها بكام؟ اللتر من دي ب 350 جنيه. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني الفرق بين دي وبين دي. طبعا اللي يعرف الفرق الناس اللي بيشتروه، التجار اللي هم تجار المنظفات الجمله عارفين الكلام دوت. طبعا الكلام ده بيجي من شارع الجيش في العتبه في القاهره، او بيجي من شارع الازهر، بس الحاجات دي بالذات المنظفات بتبقى في شارع الجيش، انما العطور بتبقى في شارع الازهر. طب اشمعنى دي ب 350 ودي ب 350 ودولت الواحد منهم ب 25 جنيه؟ طيب نيجي لو احنا مسكنا الواحد من ده كده، هتبص تلاقي عليه مكتوب عليه ده مثلا، هنقول على المكونات عشان ما ناخدش وقت معانا في الفيديو. المكونات عطر وميه، ماء ومواد حافظه ومستحلبات، يعني ده عباره عن العطر بس حاطين عليه ميه ومواد حافظه ومواد مستحلبه، يعني بتدوب العطر في الميه اللي عندي. ده اللي هو الايه؟ النوع الاولاني اللي هو الرخيص اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو ب 25 جنيه. نفس الحال عباره عن ميه، حطينا لها عطر وحطينا عليه ميه، محطوط عليه ميه، محطوط عليه مواد حافظه عشان ما يتلفش، ومحطوط عليه مستحلبات اللي هي بتدوب العطر في الميه دي. نفس الحال برضو هنا. طيب امال ايه السر ده هنا؟ هنا هيكتب لك على المكونات، هتبص لها مكتوب على المكونات هنا عطر ومزيل. ده عطر صافي، دي السر. السر بقى في الثمن ان هو عالي. يعني السر في الثمن، مش معنى يعني السر هنا الثمن عالي ليه؟ لان هنا ده عطر صافي، عطر زائد مذيب، انما هنا عطر زائد ميه زائد مواد حافظه زائد مستحلبات بتدوب العطر في الميه، تعمل له عمليه استحلاب، يعني عشان العطر ده زيت عطري لابد يدوب في الميه، يتوزع في الميه بانتظام يعني. ده الازاز دي بيبقى زيت عطري صافي، زيت عطري صافي، وبيحطوا عليها حاجات زي مذيبه بحيث انه يبقى في حاله ذوبان، ما يبقاش ايه يعني يبقى كويس عند ينتشر عند الاستخدام يعني. طيب يبقى دي الصنف الاولاني، دول الصنفين دولت يعني استخدامهم في المنظفات، الصنف الاولاني والصنف الثاني دوت اللي هو ب 25 جنيه وب 350 جنيه، ده بيستعمل في المنظفات. وبيستعمل فيه تاني، بيستعمل ممكن اعمل منه معطرات للمنزل. معطر في ايه؟ ممكن اعمل معطر للمطبخ، معطر للحمام،
ممكن اعمل معطر لاي مكان في البيت، بعمل له معطر عايز يعني كده، بستخدم يعني زيت مركز ده وبحط على ميه وبحط له ماده بتعمل له استحلال زي ما هنقول بعد كده في فيديوهات ان شاء الله جايه، بحط له ماده بتعمل له استحلاب وبتذوبه بسرعه بحيث انه ما يفصلش عن الميه، وبترشه انت في بخاخه عاديه مثلا اي بخاخه عندك بتركبه وتحطه، بتعطر بيه صالون، بتعطر بيه حمام، بتعطر بيه مطبخ طبعا، بس بتراعي ان الحاجات دي مثلا هستخدمه في المطبخ، فبتستعمل مثلا حاجه زي الليمون البرتقال عشان يتماشى مع الحاجات الاكل يعني الحاجات دي، بس ما ايه ما بي يعني بتغسل الحاجه كويس عشان ما تبقاش في حاجه في الايه بقايا الايه الغسيل دي، بيستخدم في المنظفات، بتحط على الصابون السائل برضو، بتحط على كل انواع الصابون. طيب ايه النوع الاخير دوت اللي معايا دوت اللي موجود في ازايز الامونيوم؟ النوع دوت اللي هو عباره عن الزيت العطري اللي بيستخدم في صناعه العطور، زيت العطري اهو، الزيت العطري بيستخدم في صناعه العطور، يعني انا معايا صنف اهو، ده نوع اهو، ده بيجي منين؟ ده طبعا الاصناف العاليه والغاليه موجوده فين؟ موجوده في فرنسا، موجوده في سويسرا، موجوده في المانيا. طيب بتنزل شويه في الثمن يبقى في الهند، وبتنزل شويه في الثمن يبقى في الصين، بتيجي الحاجات ديت هنا برضو موجوده في شارع الازهر، يعني الازازه ممكن تبقى ب 1000 جنيه او اكتر على حسب تركيزها، على حسب تركيزها، يعني تركيزها عالي او تركيزها منخفض. فده الازازه لتر بتعمل 1000 جنيه او اكتر على حسب تركيزها وعلى حسب الشركه اللي هي مطلعاها. الحاجات دي بتستعمل فين؟ في صناعه اللي هي العطور اللي هي بتلامس الجلد وبتخش على يستخدمها الانسان كمعطر كبرفن او برفان يستخدمه. الناس بتجي لي المحلات شغال عليه محل العطور، يجيبها وبحط عليه مثبت وبحط عليه مقطر زي ما هتقول بعد كده في فيديوهات تانية. عشان كده يعني بنقول لحضراتكم يا ريت تتكرموا وتعملوا اشتراك في القناة، وبعد ما تعملوا اشتراك في القناة تعملوا لايك عشان يعني على اساس يجي لكم اي حاجة جديدة بعملها حاجة تنفع، لان باذن الله تعالى احنا بنقول حاجة تنفع اللي اتعلمناها وعرفناها وطلعنا بيها من الحياة، طلعنا بيها من الدنيا. فعشان كده بنقول لك دي الاصناف دي عطور، دي عطور زيت عطري بيستخدم في صناعة العطور والبرفانات دي، ودولت حاجات عطرية بتستخدم في صناعة المنظفات. في منها النوع رخيص، النوع رخيص اللي هو ب 25 لتر ب 25 جنيه، وزي ما اتفقنا قلنا ده رخيص ليه؟ عشان ده عطر الشركة حاطة عليه مية عشان يعني بتسهل في الإنتاج وتبيع أكتر، مش بتبيع بقى ما تغليش، فبتحط نفس العطر بس بتجيب وتحط عليه مية وبتحط عليه مذيب ومستحلبات وحاجات حافظة عشان ما إيه ما يتلفش. نفس الحال دي نفس الشركة بتطلع الحاجات دي اللي هي العالية للمحلات اللي هي بتشتغل في المنظفات بكميات كبيرة وبتبيعها للناس اللي هي فاتحة محلات وكده، فبياخد من الحاجات دي على اساس ان هي حاجات مركزه. وقلنا اللتر من ده ب 350، اللتر من ده ب 25 جنيه. يعني باذن الله تعالى في الفيديوهات اللي جايه هشرح لكم ازاي تركب البرفان اللي هو اي عطر انت عايز تعمله، وازاي تعمل معطر لبيتك من اصناف عديده، وهقول لك ازاي تحط عليه مواد بحيث ان هو تعمل له استحلاب، وازاي يدوب بسرعه، وازاي يثبت على الحاجه اللي عندك. طبعا بس عشان للامانه اللي يقول لك ده يعني هيثبت ويبقى مثلا عمل ازازه عطر او برفان يقول لك عزل زي مش عارف يقعد كذا يوم ده، لا، لان الشركات اللي في الشركات غير اللي موجود هنا. اللي في الشركات بيكون عالي في الثمن، اللي بيكون عالي في الثمن، العالي في الثمن ليه؟ لانه طبعا دي الشركه معاها سر الصنعه ومعتها ولها نظام وعطور غاليه، انما ده بيجيب مخلط كيميائي بيروح عامله وبسرعه ويروح مخلص الحاجة وطلع حالك بسرعة، دي اللي هي الحاجة دي، فعشان كده الإزازة تبقى مستريحة في الثمن عن الإزازة الثانية. لعل وعسى أكون أفدتكم في هذا الفيديو، ليه رجاء اشتركوا في القناة واعملوا لايك عشان إن شاء الله يجي لكم كل جديد في أي حاجة بعملها توصلكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.